النفق. نعم، ولكن يعني في هذا السياق أيضا يمكن الحديث عن الموقف العربي. كيف قرأتم الموقف العربي سيد محمد دحلان في القاهرة تحديدا، وأنتم متمسكون كما يبدو حتى الآن بالشروط للدخول في مفاوضات مباشرة، ولكن العرب يبدو أن موقفا آخر كان لديهم، كيف نظرتم إلى هذا الموقف؟ يعني كان يفترض أن يكون الموقف العربي أكثر وضوحا بتحديد شروط الدخول والتوجه إلى مفاوضات الحل النهائي، ألا وهي التي حددتها لجنة المتابعة العربية. حددت مطلبين واضحين في اجتماعات شهر مارس الماضي، وقالت يجب أن يتوقف الاستيطان، وأيضا قالت يجب أن يكون هناك مرجعية سياسية لحل الدولتين على أساس حدود ربع الحجيران. وهذه ليس لا أقول شروط بل أقول أجواء من أجل ضمان أن يكون هناك حل نهائي، وألا ندخل في دوامات مفرغة من المفاوضات التي ألفناها على مدى 19 عاما سابقة. ولكن نحن نقول أن موقفنا الفلسطيني ليس متشدد وإنما واقعي وعقلاني. نريد أن نحدد شكل وطبيعة هذه المفاوضات، وهذا لم نحدده نحن بالمناسبة. الإدارة الأمريكية هي التي قالت يجب أن يحدد ويجب أن يركز عليها في المفاوضات الغير مباشرة، وأي التقدم في موضوعي الحدود والأمن. الحدود بمفهوم حدود، ما هي الحدود وطبيعتها ومكانها ومكانتها بين الدولة الفلسطينية وبين دولة إسرائيل، ثم ندخل بعد ذلك في مفاوضات مباشرة. أما أن لا يعني بالمطلق أن تتراجع الإدارة الأمريكية بشكل أو بآخر باستخدام ضغوطها على الجانب الفلسطيني واستخدام ضغوطها على الجانب العربي، هذا وصفة لفشل المفاوضات التي تخطط لها الإدارة الأمريكية. أما إذا كانت تخطط لتجاوز الانتخابات الداخلية النصفية وإحراز تقدم على الجبهة الأفغانية وفي الوضع العراقي، يجب أن يحدث ذلك، ولكن يجب أن لا يحدث على حساب الشعب الفلسطيني، ويجب أن لا يحدث بالاستجابة لمطالب نتنياهو التي لا تنتهي، والذي يريد أن يدخلنا في مفاوضات لا نهاية لها. نتنياهو برنامجه وتحالفه قائم مع المستوطنين ومع زيادة المستوطنات، هذا يعلنه ليل نهار وهذا لا يخفيه، وسياسة نتنياهو واضحة لا لبس فيها. وبالتالي أنا لا أعرف ما هو الجديد سوى أن الإدارة الأمريكية أرادت أن ترضي نتنياهو على حساب الرئيس أبو مازن. لكن دعني أعود إلى السؤال عن العرب سيد محمد دحلان، إذا كنت ترى يعني فلسطينيا أن هذا غير مقبول، بمعنى أن المفاوضات المباشرة هي رغبة أمريكية وفق إرضاء لشروط نتنياهو وفق ما تقول، ماذا أراد العرب في المقابل؟ هل أرادوا أيضا إرضاء نتنياهو يعني في هذا السياق؟ يمكن تفسير موقفك، يعني لماذا الموقف العربي في تقديرك كان على هذه الشاكلة، رغم أن بعض المصادر تقول أن الرئيس عباس داخل الاجتماع طالب العرب بدعمه للتمسك بشروطه لدخول المفاوضات المباشرة، لكنه فوجئ بقرار لجنة المتابعة العربية؟ لا أستطيع بالمطلق أن يفسر أي محلل أو متابع مواقف الجانب العربي مهما كانت أنها تأتي إرضاء لنتنياهو بالمطلق. كل العالم العربي وكل القادة العرب يقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني، ولا أرى أي قائد عربي لديه أي أمل في سياسات نتنياهو، هذا أمر محسوم. ولكن التنسيق الأمريكي العربي ربما يعني دفع باتجاه هذا الموقف الملتبس، والذي وضح كما قلت لك في الرسالة التي وجهت للسيد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أوباما في تحديد المطالب ومستلزمات وضرورات الدخول في المفاوضات المباشرة. نعم، كينيث كاتسمان في واشنطن، يعني هل تعتقد أنه كان للموقف العربي حسابات خاصة بالدول العربية وعلاقاتها مع الولايات المتحدة، وبالتالي كان هناك نوع من الخداع بين مزدوجين للرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس؟ كنت أنظر على الصورة من الاجتماع وعلى القادة والوزراء الذين حضروا الاجتماع، وكلهم يحتاجون إلى شيء من الولايات المتحدة. من الواضح أن المصريين يحتاجون من أمريكا دعم مصر خلال عملية الانتقال في السلطة والولايات المتحدة، أو الشيخ حمد بن جاسم الثاني من قطر والإمارات، كلها تحتاج إلى الولايات المتحدة لمساعدتها على مواجهة إيران الجسورة وبرنامجها النووي، وكل الدول العربية إلى حد كبير تحتاج إلى شيء من أمريكا ولا تريد
أن تعرض للخطر علاقاتها الهامة مع الولايات المتحدة. وأستطيع القول أن إيران هي عبارة عن الفيل في الغرفة بمعنى التهديد المتواجد، وهي الموضوع الأكبر. من الواضح أن إيران ليست جزءا من الجامعة العربية ولا هي دولة عربية، ولكن كل الدول العربية تشعر بالتوتر من إيران. نتنياهو يشعر بالتوتر والخوف من إيران، وكان هناك تردد أن يكون هناك تسوية مع الفلسطينيين مع وجود التهديد الإيراني. الكل يحتاج إلى بيان من الولايات المتحدة بأنها لن تسمح بإيران نووية، وإلى أن يحصل نتنياهو على التزام واضح فإنه لن يكون مستعدا بشأن الدخول في مفاوضات مكثفة من أجل تسوية الخلاف مع الفلسطينيين، بينما هذا أو عدم اليقين هذا موجود مع إيران. إذن هناك الكثير من العوامل الموجودة وراء مواقف الأطراف المختلفة حيال الموضوع الفلسطيني. نعم، فاصل الأول مشاهدينا الكرام، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة من ساعة حرة مع عضو اللجنة المركزية في حركة فتح محمد دحلان من رام الله، ومن واشنطن مع كينيث كاتسمان الخبير في مركز الأبحاث التابع للكونغرس والمتحدث بصفته الشخصية في هذا البرنامج. عودة بعد قليل. عودة مشاهدينا الكرام لمتابعة ساعة حرة. سيد محمد دحلان من رام الله، يعني انتقدتم الدور الأمريكي المستجد وفق تقديركم، وقلت أنه فرض شروط إسرائيلية عبر الإدارة الأمريكية، لكن عمليا يعني يتساءل البعض عن الجدوى من استمرار المفاوضات غير المباشرة إن لم تحقق نتائج فعلية، ويقولون أن الإدارة الأمريكية تجد الآن وأوباما يجد أن النتيجة الوحيدة للمفاوضات هي أن تكون مفاوضات مباشرة يتكلم عبرها الطرفان بما يريدان ويضعان كل شيء على الطاولة. ألا تجد أن المفاوضات المباشرة هي السبيل الأكثر منطقية للتوصل إلى نتائج فعلية؟ بالعكس تماما، يجب أن لا يفهم أن الجانب الفلسطيني لا يرغب بالمفاوضات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، ويجب أن يفهم الجميع أننا لم نطلب المفاوضات غير المباشرة، كنا نطلب على الدوام المفاوضات المباشرة، وتاريخ هذه المفاوضات على الدوام كان مباشرا. وحين جاءت الإدارة الأمريكية وأرادت أن تعيد الاعتبار لعملية السلام والمفاوضات، قلنا يجب أن يكون هناك جدول أعمال وبرنامج عمل، وما هي الأسس التي يجب أن تعود المفاوضات على أساسها بعد صراع دامي في الانتفاضة الثانية. ونتيجة الجهد الذي بذله السيد ميتشل والزيارات المتكررة للجانبين، اقترح مفاوضات غير مباشرة بعد أن عجز من الحصول على أي شيء من نتنياهو، لا التزام لا بسيط ولا كبير، لا حول الاستيطان ولا حول قضايا الحل النهائي ولا جدول المفاوضات المباشرة ولا طبيعة هذه المفاوضات ولا حتى على ماذا سيتم التفاوض وما هو الجدول الزمني. لا أقول أكثر من ذلك، السيد ميتشل طيلة فترة السنة لم يحدث تغييرا على الأرض ولو بنسبة حاجز واحد في إقناع نتنياهو أو وزير الدفاع في إزالته عن الحواجز التي تحاصر الضفة الغربية بهدف حماية أو بهدف إحداث حالة انتعاش للمستوطنين، وبالتالي هو الذي اخترع فكرة المفاوضات المباشرة. الآن بعد أن فشل من الحصول أيضا في المفاوضات الغير مباشرة على أي شيء من نتنياهو أو على أي التزام من نتنياهو، جاء ليقول طيب هذه المفاوضات غير مجدية، تعالوا لنذهب إلى مفاوضات مباشرة. قلنا لا بأس ولا مانع، ولكن يجب أن يكون هذه المفاوضات فيها جدول زمني وفيها برنامج وفيها القضايا التي يجب أن تناقش، مع التزام من الطرفين في أن مبدأ الحوار يجب أن يكون على قاعدة حل الدولتين على حدود 67، وموضوع الاستيطان يجب أن يتوقف. نحن لا نستطيع أن نستمر في حالة مفاوضات عبثية في ظل إرهاب الاستيطان المستمر الذي يأكل بيوتنا ومنازلنا وأراضينا في الضفة الغربية والقدس. لو أن الاستيطان متوقف يمكن أن يتم التفاوض، بس الآن الاستيطان مستمر
ويطلب مننا نتنياهو أن نتفاوض، ثم بعد ذلك يقول لا يوجد تقدم والاستيطان مستمر. هذه ليست مفاوضات، هذه لكن سيد محمد أحلام استيطان في ظل